شندو بمقاطعة خواندون. تعتبر شندو مهد الأطباق الكانتونية، يعتبر صيد الأسماك مصدر رزق للعديد من السكان المحليين الذين يستخدمون الممارسة القديمة سونجي يوتانغ، الذي يجمع بشكل مستدام بين تربية الأسماك وتربية دودة الحرير. باعتبارها موطن أجداد بروسلي، تفتخر شندو بالعديد من الرياضيين. مهرجان قوارب التنين هو حدث كبير هنا، ويتميز بسباقات تنافسية.